السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. والله شوف، بس عندي حاجة، يعني امبارح كان من أفضل أيام حياتي الحمد لله. يعني السبب والحمد لله رأيت حضرتك في المنام، وكنت جالس معاك وأنت بتشرح لنا تفسير في القرآن، وكنت عمال أبوس إيدك وأبوس دماغك. الله يغفر لي ولك. والله زي ما بقول لحضرتك كده يا شيخ، الله يغفر لي ولك. ومنت من النوم سعادة ما بعدها سعادة. الله يسعدنا ويقبل الإيمان والطاعة، ربنا يصلح حالك. السؤال بقى هنا يا شيخنا، هو هل ممكن الحلم ده يتحقق إن شاء الله؟ نعم. هل ممكن الحلم ده يتحقق؟ أجلس مع حضرتك كده وأقبل إيدك وأقبل رأسك. الله يغفر لنا ولك، تشرفنا إن شاء الله، لكن بدون تقبيل إيد ورأس. ربنا يصلح حالك. عندي حاجة ثانية بس، معلش يا شيخ. اتفضل. ليا ابني لسه مولود عنده 9 شهور. ايوه. ده لي بس ربنا يشفيه، هو عنده مشكله في رجله، عامل عايز كذا عمليه في رجله كده، بس عشان الله يعافيه من عنده يا رب، ولا يحوق العمليه. ده لي بالشفاء يا رب. ربنا الله يعافيه من عنده. الله يعافيه من عنده. شكرا. حفظك الله يا سيدي.